اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بالاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي اللي منورنا في الاستوديو. اهلا بيك يا استاذ شادي. اهلا بحضرتك كابتن عيسى. منورنا، وان شاء الله تبقى حلقه جميله ونتكلم عن كل ما يخص الالعاب ان شاء الله. انا سعيد بوجودي مع حضرتك. منورنا يا استاذ شادي. طب نبتدي بالمنتخب. طبعا منتخب كره اليد هو حديث الساعه، ويمكن احنا بعد يمكن ساعه من دلوقتي بالظبط هتنطلق مباراته مع السويد. طبعا انا مش عايز ارجع لورا، بس هناخد مباراه الدنمارك كده لان الناس اتصدمت بصراحه. ايه اللي حصل في ماتش الدنمارك؟ هو السبب الصدمه ارتفاع الطموح مع المنتخب. المنتخب الوطني للهاندبول، طموح الجماهير المتابعه للعبه مش عايزانا نخسر خالص. بمعنى احنا لو كنا بنلاعب مباراه كرواتيا كانت سبب من اسباب زياده الطموح. انت كسبان كرواتيا فرق 9، ماتش كويس جدا. كرواتيا تعادلت مع الدنمارك. هي دي. فسبب الاداء في بدايه اول 10 دقائق في ماتش الدنمارك. بس خليني اقول لك ان الطموح ده كان ليه اسبابه، انت قلتها، برافو عليك. يعني احنا طموحنا عالي كجمهور ومحبين للفريق ومنتخب مصر، عالي نتيجه ادائهم مش نتيجه ان احنا لا هم اللي ادونا الطموح ده. طبعا متفقين على ده. وبصوره تدريجيه ابتداء من 2019 بعد العوده من يعني العوده للدخول بقى للدور ربع النهائي مرورا ب 2021 بطوله عالم طوكيو في الاولمبيكس، فالنتيجه متراكمه. صحيح. بلس النتائج اللي بيحققها منتخبات الشباب والناشئين. برافو. انت بطل عالم ناشئين، ثالث شباب، فبالتالي اول افريقيا في منتخب الشباب اهو رايح وهيعمل نتيجه، هيعمل نتيجه للمنتخب ده شكله. وكمان النقطه اللي حضرتك لما بتكسب خلاص، الاول كنت يعني عايز توصل لتونس، بقيت بتكسب بطوله افريقيا باقل مجهود. صحيح. فبالتالي الطموحات زادت. اللي حصل في ماتش الدنمارك بس يعني راجع لعده اسباب. طبعا منتخب الدنمارك منتخب قوي جدا. الناس بتقيس ما بين اللي حصل في مباراه ربع نهائي 2021 والاداء للمنتخب المصري في البطوله او في مباراه المجموعه او الدور الرئيسي. منتخب الدنمارك هو بطل العالم اخر نسختين. ما بتلعب جول لاندين حاجه اخطبوط بالظبط. ميكا هانسن كل التيم. فبالتالي انت في الماتشات دي ما ينفعش تبقى داخل لسه بتستكشف الماتش. لازم تبقى داخل مركز 100% من الدقيقه الاولى. اللي حصل اللي احنا كانت الكره معانا في اول هجمتين ما عرفناش نسجل، اتردد علينا. كريم كان التركيز قليل شويه فحصل جاب. النتيجه ابتدت الفرق يزيد، انت بتحاول ترجع، باروندو ابتدى ياخد تايم اوت. في تايم اوت خلصنا الشوط الاول فرق 4. بس انا عايز اقف مع حضرتك شويه في الشوط الاول. يمكن اول 10 دقائق او هو ملاحظه كانت موجوده واستمرت الماتش كله. يعني احنا في الهجوم بنجيب جون بصعوبه. طب هما بيدافعوا جامد جدا وهما بيردوا بسهوله، وتلاقي الجون عندهم بيجي في 5 6 ثواني يكونوا جايبين هدف. هو ده يعني انا كنت حاسس ان احنا دفاعنا راجع متقهقر ورا، بالرغم ان هو احنا لو قلت اجسام احنا زيهم، يعني ما فرقتش فرق في الاجسام. يمكن هم احسن سنه بس مش يعمل الفرق ده. طيب هانج سن اللي هو كان احسن لاعب في العالم مش ده اداؤه، يعني يمكن هو احسن من كده. انما في لعيبه انا مش متذكر اساميهم، في رقم 19 ورقم اللي خد مان اوف ذا ماتش برضه مش فاكر رقم كان كام، حاجه و30. اللعيبه دي هي اللي كانت شايله عبء الماتش. فاحنا كان عندنا مشكله في الدفاع، انا مش قادر احدد ايه مشكلتها. طيب خلينا نتفق ان حضرتك مبدئيا عدم وجود يحيى خالد ضربه قويه جدا للمنتخب، متفقين على دي. صحيح. صح كده. صحيح. على الجانب الهجومي وعلى الجانب الدفاعي. على الجانب الهجومي زي ما حضرتك بتقول بناخد وقت كبير في الهجمه، وجود يحيى كان بيساعد شويه. مش هنقلل من اداء محسن رمضان ولا مهاب سعيد، بس في فرق خبرات كبير. صحيح. متعلقه بوجوده في اوروبا، متعلقه انه كمان في الدفاع، في حته الدفاع برضه، لان هو لعيب بيهاجم ويدافع. بالظبط بالظبط. احنا عندنا مشكله من بدايه البطوله فيما يخص الاختراق من العمق من الدايره مركز المهاجم. احنا عندنا مشكله فيها اللعب بسرعه، او السرعات بتاعه منتخب الدنمارك في نقل الهجمه مرعبه وانت ما كنتش قادر تكوب الموضوع. المصري ما كانش بيلحق يغير. بالظبط. يعني المصري مثلا كان عايز ينزل يدافع. دي اللي كنت لسه عايز اقول لحضرتك عليه. احنا لو حضرتك يعني حضرتك طبعا شفت الماتش. طبعا. ممدوح هاشم بدا الماتش، قعد فتره كبيره عادل كمل، بعد كده المصري في الجزء الهجومي اللي احنا في الطبيعي ما بنشوفش المصري في الجزء الهجومي الا لما بتكون الهجمه عاملين فاست بريك، فمش لاحق يغير. لا ده كان بيبقى متواجد في يعني الجول بيجي فينا او ممكن يغير، لا كان بيكمل. فهو اللي حصل اللي انت كان فيه في بدايه اول 10 دقائق توهان
بالظبط من بعض اللعيبه في بعض المراكز فعملت الجاب ده. النقطه الكويسه اللي انت لحقت تلم بس مع منتخب بالظبط مش هتلحق بالظبط، انت دقيقه تخليك جيم اوفر. طيب احنا خلينا برضو نتفق، هل خساره 5 من الدنمارك في الظروف الطبيعيه وحشه بعد اللي حصل في اول 10 دقائق؟ لا طبعا مش وحشه، بس انا اقول لحضرتك حاجه، يعني الدنمارك لما شفنا المباراه واداء منتخب مصر المباراه قبل كده، لا انت تقدر تمشي معاهم ايكوال لاخر دقيقه واخر دقيقتين. اللي حصل طب احنا ناخدها من نقطه ثانيه، هل احنا اقوياء ولا كرواتيا اللي ضعيفه ولا الدنمارك اللي مش مظبوطه البطوله دي؟ عشان الدائره تكمل. طب انا اقول لك، كرواتيا والدنمارك حافظين بعض كويس، احنا مش نازلين مجهزين للماتش. وكمان خلي بالك برضو، انا معلش يعني عايزك تتكلم في حته كمان، انا حسيت باروندو انه اخر 10 دقايق تايه. اولا انا عندي علامات استفهام عن استبعاد محمد علي كحارس مرمى، لانه الولد عمل ماتشين ثلاثه اللي لعبهم، تستبعده في ماتش الدنمارك وترجع تستبعده النهارده في السويد، دي علامه استفهام كبيره جدا، لان الولد فعلا مقفل الدنيا. الحاجه الثانيه، ساب الفرق لما وصل وطلب تايم اوت. انا شايف ان ادائي مش مظبوط، تايم اوت على طول واتاخر في التغييرات. انا معلش انا بدي حضرتك ليه، تمام قول لي كلامي ده صح، اللي انا شايفه ده صح ولا غلط؟ طبعا بنسبه كبيره في صح، بس انا كنت هاخد حضرتك لنقطه بس ونرجع للنقطتين دول. النقطه، ايه الفرق ما بين ماتش كرواتيا وماتش الدنمارك؟ الستارت، البدايه. حمى البدايه ليك في ماتش كرواتيا كنت انت الليدنج، كنت انت الباور، كنت انت وكان بالظبط ركبت الماتش من الاول. بالظبط عكس اللي حصل في الدنمارك خالص. فبرضو انت ركبت الماتش مع فرقه تقيله وقدرت تحافظ على الفوز وبتسع اهداف، فانت تحضيرك للماتش كان كويس. اللي حصل في ماتش الدنمارك لو بنتكلم على استبعاد محمد علي هنقول اللي هو وجهه نظر فنيه، لكن وجود محمد علي بخبراته اللي اكتسبها في اسبانيا وبعطفا على ادائه في كاس الامم او بطوله امم افريقيا اللي كانت في القاهره وادائه في مصر قبل ما يسافر بالظبط. حميد حارس جيد جدا، يعتبر كان احسن حارس ناشئين يعني وشباب. كريم مش اداؤه، كريم احسن من كده، بس كريم مش ده اداؤه، عنده الافضل. عنده عشان نكون صريح، فلا مش متوفق، فكان لازم محمد علي يخش. انا ليه بقول، لان احنا حراسه المرمى كانت نقطه ضعف قويه جدا في ماتش الدنمارك، بس مش هلومهم لان كان اللعيبه بتروح فاضيه على الجون، والشوط كان يعني الشوطه متوجهه. عارف حضرتك لما تطلع تشوط وانت معاك دفاع بتبقى متضايق، لكن فالتوجيه بيبقى لك، لكن ده بياخد راحته فبيوجه الزاويه بالظبط يا فندم. ما هو الجون بيزيد لما الدفاع بيزيد، انا 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 مؤمن بده، بس برضو يعني ممكن كره اتنين تشيلهم. يعني انت عندك سنة في اول ماتش، راح مجالي ضربه جزاء، ودي كانت برضو فاصله. ليه؟ لان انت لما بتلاقي لعيب بيديها لي ضربه جزاء في وقت بيعمل احباط للفرقه، وبعديها فاس بيك او كره من الجناح راح تضيع برضو من سنة. والجول ده بيعمل ايه؟ بيزود نفسيا. برافو عليك، لان مش يمنى، ما بين مش يمنى وانت داخل على لندين احطها لك فين؟ بحطها لك في كل حته بتجيبها. يعني حارس مرمى، انا عايز اقول لحضرتك في كوره في الشوط الثاني اكبر دليل اللي هو مش طبيعي فعلا. يعني مهاب بيحاول يشوط الكوره، عارف حضرتك اللي هي بتاعت زي ما بنقول عليها كده السباته بتاع الكابتن سامح عبد الوارث زمان. الكوره خبطت في رجل المدافع، لاندين اوريدي اصلا كان قاعد على الارض مستنيها. هو يعني متوقع، عنده ريفليكشن عالي جدا النقطه بتاعت علي اللي احنا اتكلمنا فيها. النقطه الثانيه اللي انت التايم اوت، عايز اقول لحضرتك على حاجه، لو احنا شفنا اول ثلاث ماتشات في الدور التمهيدي ايوه تقريبا بروندو ما خدش تايم اوت. ده مش صح. لا، هي اللقطه في ايه؟ طيب انا دلوقتي بتعليماتي هل هالم؟ فكل لا، هو من تعليمات على الخط اقصد. طبعا ما تعليماتك لان في بعض الاوقات انت لازم تعمل حتى عارف حضرتك بالظبط بوز للتيمبو. هو كانوا ماشيين وعمالين اول 10 دقائق، المفروض بعد 3 4 دقائق حسيت ان 3 4 دقائق ما استناش لما يبقى فرق 6 و7 و8. اول ما احس تعالوا على الاقل دقيقه فوقوا او ينزل مجموعه ثانيه، لازم كان لحق. يعني عارف هقول لحضرتك، لو طلعنا الشوط الاول فرق هدف او اتنين كنا نكسب المباراه دي. طب كان فيها
كان فيها. وعايز اقول لحضرتك احنا في اخر هجمه في الشوط الاول يعني في الدقيقه مثلا 29 بالزبط. احنا كان الفرق 3 وكنا رايحين ممكن بهجمه راح ترد علينا بجول فبقى بالزبط. الفرق 4 والفرق ابتدى يزيد برضه مع الشوط الثاني. طيب احنا خلاص ماتش وراح بالظبط والدنمارك وقفلنا صفحته بالظبط واكيد اللي احنا بنقوله ده الجهاز الفني واللاعبين بيقولوا اكتر منه. انا يهمني النهارده ماتش السويد. الناس بتقول لك انهم ياكلون خروفين على العشاء وانهم انا ما اعرفش كده. انا اعرف ان انا هنزل العب والعب راجل. الدنمارك والسويد هما الاثنين حاجه واحده وهما الاثنين نفس الامكانيات وكان لازم عشان اوصل دول اربعه لازم اكسب واحده من الاثنين. خلاص طب. انت اجلت مباراتك خليتها مع السويد فانت اوريدي ما خسرتش حاجه. شايف النهارده الماتش ازاي؟ ماتش صعب جدا خلينا بس نتفق طبعا. يعني القلق اللي عند الناس ان هو ده بعد ده. عارف حضرتك لو كنا لعبنا الدنمارك ولعبنا ماتش مثلا بلجيكا والبحرين او مثلا بلجيكا ولعبنا ماتش يعني داخلين ماتش السويد. طب انت شايف ده احسن ولا اوحش؟ لا احسن ان احنا كنا نلعب ماتش كسبانين قبل ماتش السويد. طيب ممكن اقول ايه؟ اتفضل. انا يعني بحكم خبره الماتشات طبعًا. لا طبعًا. لما بتاخد قلم قوي الماتش اللي بعده بتبقى 180 درجه مختلف. ليه؟ لان انت عندك طاقه ممكن تطلعه في ماتش سهل، تيجي في الماتش اللي وراه كان بيحصل معانا كده والله، تيجي في الماتش اللي بعد كده ضلعت الطاقه والدافع الرهيب ده في الماتش السهل واثبت انت كويس ترجع تخيب تاني. فهي الفكره انا من وجهه نظري ان احنا كويس جدا بعد كده. انت وجهه نظرك بتقول لا ماتش دي وجهه نظر صح؟ بس مين اللي هيقول بقى صح ولا غلط؟ الجهاز الفني باعداده وتجهيزه للاعبين. برافو عليك. ده اللي هيفرق. انت لو عرفت تبوش اللعيبه اللي انتوا فعلا بقى لا وده كان كلام التصريحات باراندو بعد الماتش. اللي احنا خلاص هي الدنمارك صفحه واتقفلت وكل تركيزنا على ماتش السويد واللي الكويس احنا اخر ماتش لينا بيننا وبين السويد في طوكيو احنا كسبانين يعني احنا بنخسر من السويد بطولات عالم لكن لعبناهم مرتين في الاولمبيكس كسبناهم مرتين بنفس الفرقه بنفس الفرقه مفيش تغيير بالظبط. بص اقول لحضرتك على حاجه بطوله العالم دي كانت هي بتتقسم مراحل. المرحله الاولى اللي احنا كنا نوصل ربع النهائي الانجاز اللي انت توصل نصف النهائي والاعجاز اللي انت تعلق ميداليه. ليه؟ لان لو حضرتك شفت الثمان فرق اللي وصلوا 2021 واللي وصلوا اولمبيكس واللي وصلوا في 2023 الدور ربع النهائي سبعه منهم ثابتين من ضمنهم مصر. اللي اتغير 2021 عن بطوله العالم 2023 قطر طلعت من ربع النهائي ودخل مكانها المانيا. والمانيا كانت متواجده في الدور ربع النهائي بس غابت البطوله بالظبط للاولمبيكس. فبالتالي انت خلاص انت في الثمانيه الكبار عشان تخش لازم زي ما عملنا في 2001 احنا كسبنا روسيا مع سيربي زوران كنا بنتغلب قبليها من روسيا مثلا على بطوله العالم كل مره لا اما في المجموعه لا اما في ربع النهائي. فاللي انا عايز اقوله انت لازم تكسب فرقه تقيله. النهارده الماتش يعتبر يعني مش هنقول حياه او موت بس ماتش مهم جدا. تقدر البدايه هي اللي هتسهل لك الماتش. انت كمنتخب مصر كان زمان بنقول احنا بنلعب الشوط الاول حلو جدا وبنيجي في الشوط الثاني بيتعمل علينا الكامباك بالظبط. لا انا مش عايزك كمان اللي انت تجري ورا النتيجه لان انت عمال تجري ورا النتيجه فبالتالي ذهنك عمال انت اصلا يعني انا فاهم من كلام حضرتك ان انت عايز ان احنا نفرض اسلوب لعبنا ما يبقاش هو تركب الماتش بالظبط. انت لو ركبت الماتش في الاول خاصه اول ثلاث هجمات تروح بيهم تجيبهم انت الثقه بتاعتك هتفضل. اللي حصل في الدنمارك ان انت عمال تروح وما تجيبش الجون منهم. نجح الجون بتاع الدنمارك نجح وهو ده اسلوبه يسحب الثقه منك بالظبط وده اسلوبه كل بقى واحد داخل يشوف ضربه جزاء بيقول لك يعني يا ارض شقي وبلعيني داخل اشوط فيه ازاي. طب اقول لحضرتك على حاجه لو نفتكر كده نرجع بس فلاش باك سريع كده ل 2021 اللي حصل نتيجه ماتشنا مع الدنمارك اللي احنا كنا ليدنج من اول ماتش هم اللي عمالين يجوا ورا لدرجه اللي انت خلاص انت بقيت بتلعب لاخر ثانيه انت خلاص انا ممكن اكسب يعني انا ممكن اكسب طالما هو اللي بيجري ورايا لان دي بتاع زي ما حضرتك عارف طبعا واظهر مني لطش الماتش في 2021 فانت طول ما انت بتجري ورا النتيجه ذهني وبدني ذهني كمان اكتر. الله ينور عليك. عمال 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 ضغط ضغط طبعا طبعا ضغط. فاتمنى بس البدايه السؤال برضو هل حارس مرمى السويد حاجه برضو زي حارس مرمى طبعا بالك الاثنين اللي حارسين بتوع السويد لا الاساسي اقوى يعني الاساسي اقوى بس عارف حضرتك ما هو امبارح هو احنا تقريبا في ماتش الدنمارك يعني ما شفناش نجي بيقول الاحتياطي يعني الاثنين يعني جامدين جدا طبعا بس الاساسي يعني بالك اقوى بكتير بالك اقوى حدود طبعا طب هم
خلينا يعني، طب هم بيعتمدوا على ايه برضه عشان الناس الساده المشاهدين تبقى عارفه؟ يعني احنا هنلاعب السويد دلوقتي، هل بالاحصائيات الدنمارك سيطره سريعه؟ بالاحصائيات يعني معظم اهدافهم هم تقريبا مسجلين 211 هدف في 6 ماتشات، هم ما خسروش ولا ماتش. معظم الاهداف بتيجي من خط الستة متر، خط الستة يعني ما بين بالظبط ما بين اللي هو الاختراق. السويد وفرنسا والنرويج الثلاثه ما خسروش ولا ماتش طبعا. والدنمارك تعادل بس الماتش من كرة يعني برضو السويد هي وصيف بطل العالم، فبرضو يعني الناس بس دي حجمها طبعا بالظبط نقدرها لان بالظبط يعني. طب احنا يعني هم بيتميزوا باللعب السريع، طب احنا بنتميز بايه؟ يعني هم لو بيتكلموا على منتخب مصر يقول لك احنا عايزين نوقف، نتميز بايه؟ الخط الخلفي طبعا. الخط الخلفي انت عارف حضرتك الهاند بول خطين، الخط الخلفي الثلاثي الخلفي ما بين السنتر هاف والباك رايت والباك ليفت بالظبط، دولت يعني هم دولت فعلا اقوى خط بوجود يحيى الدرع اللي الحمد لله يعني حوار صباعه والحمد لله راح يلعب الحمد لله جدا، لان كانت فيها صعوبه قوي. هو لعيب راجل طبعا جدا علي زين بوجود بقى دودو بس خلي بالك انت يحيى خالد غايب، ما يبقاش يحيى درعي كمان عندك وده بناء يعني على تصريحاتهم حتى تصريحات الجانب السويدي في الصحف عندهم اللي هو لا ده ممكن يكون تريك من باراندو لان المدرسه الاسبانيه معروفه بالتريكس والكلام ده، فلا بس احنا جاهزين اللي يحيى خالد اللي يحيى الدرعي هيلعب، عدم وجوده مكسب لينا. ده تصريحاتهم كده في كل الصحف اللي هو عدم وجود يحيى الدرع وكان فما شاء الله الله اكبر. زين برضه عامل اداء كويس. النقطه برضه المهمه جدا احنا خط خلفي قوي جدا، وجود هاشم في الجانب الهجومي على الدايره يعني بيعرف فعلا ياخد الكوره يستلم الكوره، فطلب لعب الدايره طلب استلم الكوره فانت خلاص لا رمي الجزاء لا هتجيب الجول بالظبط كده. الميزه في احمد عادل اللي هو اشول ما يعرفوش يدافعوا عليه بالظبط، في صعوبه طبعا يعني هو في صعوبه الونجين طبعا بوجود سند وبكار اتمنى في اي كوره يوصلوا بيها تبقى التركيز فوق ال 150% اللي احنا نجيبها جول، لان انت في الماتشات اللي زي دي انت خلاص عديت مرحله الكوره اللي بتضيع صعب تجيبها تاني. طب الونجات بتوعنا، طيب يعني انا برضو شايف ان الونجات بتوعنا يعني كويسين جدا يعني عندهم احسن من كده، بس الوينج بيبقى دايما بيكون مفعول بيه يعني هو عايز الكره تجيله في مساحه عشان ياخد خطوتين ثلاثه يفتح الزاويه يلعب، فهو مش هو اللي بيكريت اللعب. شايف الونجات بتوعنا ازاي؟ لا انا شايف اللي انت في بعض الاوقات الخطه الهجوميه ساعات بتعتمد اللي انت عارف حضرتك يعني ايه سلم 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 او باص 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 وبيوصلك الكره، الكره وصلت لك لازم تجيبها جول. لان هقول لحضرتك احنا دلوقتي بنتكلم من منتخب مصر من ضمن الثمانيه الكبار صح كده؟ نعم. هل يا ترى في الفرق الثمانيه الكبار نسبه ان الوينج يضيع كوره كام؟ ما بتزيدش عن 3%. واحده كل 3 4 ماتشات صح كده؟ لكن انت ما ينفعش تبقى النسبه لما يجي لك مثلا 4 تضيع 2، ما دي 50%. ليه برضو؟ لان انت زي ما احنا ممكن تكون برايحه له مزنوقه يعني خلي بالك من الحته دي. ما هي يعني برضو عايزين نقيم صح، ما ممكن تكون الكره الوينج كانه انفراد، الكره بتجيله كانها انفراد تمام، بس ممكن تبقى جايه له مش مرتاحه، هو خد قرار انه ياخد خطوتين ويفتح ويروح بتكلم مزنوق. لو بنتكلم على الكوره زي بتاعت سند أيوة. في بدايه الماتش وزي بتاعت بكار في الشوط الثاني هقول لحضرتك على حاجه احنا مفتوحه الاكاديميه مفتوحه دي مفتوحين الاثنين فدولت ما ينفعش يضيعوا وبعدين في نقطه احنا النهارده في حاجه ان احمد مؤمن صفا طلع من التشكيل ودخل مكانه احمد خيري فانت كده برضو ليه؟ لان انت الماتش اللي فات احنا برضو انا يعني ليه مش عارف ليه حسن وليد قداح حاجه ما شاء الله الله اكبر واحد برضو من ما بياخدش وقت كتير بالظبط ما ده ليه لان استاذنك بس انا برضو عايز اعرف ليه ما بياخدش وليد ليه ما بياخدش وقت الطويل ده، بس هطلع لفاصل استاذ شادي. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الناقد الرياضي الاستاذ شادي نبيل ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي طبعا عن كاس العالم لكره اليد وهنروح معاه كمان للالعاب كلها. استاذ شادي يمكن كنا بنتكلم انه وليد قداح ما بياخدش وقت زياده ودي برده من ضمن الحاجات اللي انا شايف انه يعني باروندو مش قادر يطلع يفجر الطاقات اللي جوه الفرقه كلها، ليه ما بيشاركش في وقت كبير؟ هي دي علامه استفهام بس ممكن يرجع السبب لان المباريات بص حضرتك اي بطوله بتتقسم مراحل أو ستيج. في المرحلة الدور التمهيدي
كله لعب وكله خد فرصته وكله كان بعد ماتش كرواتيا يعني طبعا في ماتش المغرب وماتش الولايات المتحده كان ماتشين سهلين فكله لعب. بناء على ده فابتدى يحط خلاص بقى رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه. مرحله الدور الرئيسي ما كانش ينفع يحصل اي دروب. فكان اعتماده كلي على التشكيله الرئيسيه، يعني الروتيشن في الدور الرئيسي كان اقل بكتير جدا من اللي حصل في الدور التمهيدي. حسن وليد قوة هجومية كبيرة جدا، لكن عارف حضرتك لا وحضرتك في الملعب دايما بيبقى فيه لاعب ايه؟ اهدى 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 عشان سنه لسه صغير. ايوه بالظبط عنده يعني بالظبط الباور عقلة التركيز لسه محتاج خبرات بالظبط خبرات عشان توازن مع الباور. على العكس على العكس يعني ممكن يكون نفس الجيل بس اقول لك احمد هشام دودو ماتش زي الدنمارك انت كنت محتاج وفعلا نزل هايبر. ما هو نزل ولعب هو نزل ولعب مهاب سعيد لعب ليه؟ انت عايز طاقات تتفجر. هي بقى بص هقول لحضرتك على حاجه، لو احنا بنحط ترتيب محسن رمضان ومهاب كان محسن رقم واحد ومهاب رقم اثنين صح كده؟ محسن لما بدا بدلك مش عارف بالظبط مش عارف مهاب نزل قلب الدنيا قلب الدنيا وكان بيجيب الاجوان بصعوبه بس بيعمل ايه؟ يعني بيعمل المروحه ويخش ويقاوح ويرمي نفسه. حتى لو احنا بنتكلم ان هي دي طريقه لعب مهاب، لا هي مش دي طريقه لعب مهاب بس الماتش مع الحماس بتاعه هو عايز بالظبط. خلي بالك انت كنت بتسالني ان اسبانيا والنرويج راح الوقت اضافي 25 25 راح الوقت اضافي. ماتش قوي جدا وطبعا طبعا عارف ان النهارده الدنمارك كسبت المجر 40 23 اللي هو كان المفروض احنا لو كنا كسبنا الدنمارك ودي اول المتاهلين دول قبل النهائي الدنمارك بعد الفوز على المجر 40 23 كان متوقع. منتخب قوي هو منتخب قوي والدروب يعني هم عارف حضرتك برضو هي اللقطه في ايه؟ هو تاكيدا على كلام حضرتك صح ان هم بعد لقطه كرواتيا داخلين بقى على كل اللي قدامهم بوم بوم يعني انت محتاج لقطه تفوقك. اتمنى النهارده ان السويد الشوط الاول ان شاء الله هي اول خمس دقائق واول سبع ثمان دقائق هم اللي بيفرضوا اسلوب لعبك بالزبط. مش معنى كده انت تكسب المباراه بس على الاقل مش هتفرط منك بالظبط مش هتفرط منك يعني جول جولين فسهله في هجمتين مرتده سهله مع مثلا طرد ايقاف دقيقتين 6 7 8 وصلنا ما وصلناش 8 وصلنا 6 فاكر اقصى حاجه كان 6 مش فاكر. عايز اقول لحضرتك برضو احنا من ضمن الحاجات المميزه لينا في بطوله العالم دي كفريق على المستوى الدفاعي احنا عدد اللي احنا بيطرد او يعني بيحصل لنا ايقاف دقيقتين اقل 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 من بطولات سابقه. ده بيخليك تلعب كامل معظم اوقات الماتش فدي برضو من الحاجات الكويسه عشان عندك سكواد كويس بالظبط. بس في بقى ملحوظه ان البوينت دي زادت قوي في ماتش الدنمارك بسبب بقى قوه الهجوم والسرعه والتشن زاد قوي بالظبط. طب هسالك سؤال جماهير بتسال ما هو يعني لازم الناس تبقى عارفه وخاصه يعني بعض الجماهير المتابعه او يعني بتشجع احد الانديه يعني بتسال هو احمد الاحمر ليه بره المنتخب وايه اللي حصل ما راحش؟ عايزين نعرف ايه السبب؟ هل هو كان اصابه؟ هل هو رؤيه فنيه؟ يعني ليه احمد الاحمر مش موجود؟ عشان الناس انت عارف الناس بتبتدي تبص على المنتخب لما يوصل لما يروح الاعداد ما بيبقاش حد متابعه قوي. ليه احمد الاحمر مش مع المنتخب؟ طيب نقولها بصراحه ولا نجملها؟ لا 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 نقول بصراحه نتكلم بصراحه نتكلم بصراحه. الاحمر دوره تقلص الى حد ما جوه الملعب. انا بتكلم جوه الملعب فنيا في وجود براندو. احمد الاحمر قيمه كبيره جدا اسطوره. هو الراجل شايف اللي انا اديله فترات معينه وقت معين بالظبط. احمد الاحمر ما يعني شايف لا انا استاهل اكتر من كده فحصل يعني ايه زي ما بنقول كده يعني نيجوشيشن كده بالظبط بالظبط. فاحنا بيحصل معايا بالظبط بيبقى في لعيبه نجوم خلينا برضو نقولها بصوره ثانيه. براندو كان في احتمال ان هي تمشي اللي هو يمشي يعني الجهاز بعد بطوله العالم المانيا ولا ما اروحش اروح لا ما اروحش كان احتمال كبير قوي كلام غلط كتير انه يمشي. فتواجد في كاس الامم تواجد احمد الاحمر واتجدد العقد الباروندو ل 2023 بطوله العالم. فبالتالي الاحمر ما قالهاش صريحه بس هو جوه حاسس ان لا درجه خلينا نكون برضه في واقع يعني ماتش تونس طبيعي الاحمر ماتش تونس سيمي فاينل بطوله الامم احمد الاحمر ما لعبش تقريبا يعني وتالق يحيى خالد ما نفس المركز بتاعه بالظبط. بس يعني حتى الماتش كان متكهرب والماتش كان رايح جاي وقريب جدا. فهو خلاص انا يعني حتى كل المتابعين للبطوله واللي كانوا متواجدين قالوا دي خلاص هو خلاص اخذ القرار فنيا هو مش هو خلاص. و
كان في لو هل يا ترى مدرب جديد طب هيجي، فلما كمل طيب تمام. الكلام بقى تقاصر في النقطه، طب هل الاحمر اعتزل دولي؟ هو ما قالهاش صريح. طب هل راح الاستدعاء على النادي ان هو يبقى متواجد مع المنتخب، ولا ما راحش اسمه في الليسته؟ يعني ان المنتخب لما بيجيب لعيبه بيستدعي، بيجي جواب على النادي باسامي اللعيبه ينضموا للمنتخب. هل راح على النادي الزمالك جواب في احمد الاحمر؟ لا، لان البوست حتى هو قال يعني هل مزيش. بتقول الناس انا لا انا ما علقتش قرار اعتزالي، ده كان من رؤيه فنيه. ما قالتش كده، اتقالت يعني الاتحاد المصري هو كان شايف وانا متواجد لو في تحت امر المنتخب، ولو استدعوني انا هاجي وتمام. بس واضح ان ما تمش كل المتابعين عارفين اللي كان بنسبه كبيره حتى مش هيكون موجود. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني هي قفلتها كده احسن الاحمر، يعني لو الاحمر بيلعب دولي او متواجد ولم يتم استدعائه فعدم وجود يحيى خالد كانت هتبقى يعني ايه مش لذيذه لقيمه الاحمد الاحمر. لكن اللي هي كده خلاص، هو راجل اعتزل هو سبحان الله يعني هو اللي اتقال كده مع اصابه يحيى، فالموضوعين ضربوا في بعض. يعني وجود يحيى كان برضه هيخلي ممكن بالزبط. محسن مثلا او ممكن مهاب يبقى هو، لان مهاب لعب مع المنتخب بحر المتوسط ولعب بطوله افريقيا، كان هو مع يحيى خالد بضربات النافعه هما الاثنين لعبوا. وسبحان الله برضه كان الجميع متوقع ان مهاب رقم واحد، محسن رقم اثنين، وبالفعل في اول الماتشات كانت كده. لكن محسن نزل ادى اداء هائل، اداء رائع، جاي هيجي، دي مجرد البدايه ليهم هما الاثنين. فبالتالي بص اقول لحضرتك على حاجه، السؤال كان مهم جدا. بالظبط، هو السؤال مهم جدا ان هو توقيته دلوقتي. ليه؟ لان سواء حصل بعد كده المنتخب الحمد لله فيز كسب ووصل وكمل هياخد منحنى، لا قدر الله حصل هياخد منحنى، فهو توقيته دلوقتي ان الموضوع هو ده باختصار. يعني بقول لك هو يعني ودي سنه الحياه، خلي بالك يعني ما فيش حد بيخلد في المنتخب. يعني احنا كنا لعيبه منتخب وجه الوقت وجينا غيرنا وغيرنا وغيرنا، وفعلا بروندو بيقدره جدا. جدا. لا طبعا احمد الاحمر اختلفنا او يعني شئنا ما ابينا قيمه يعني يعني ما فيش كلام يعني. بس هو انا ليه صرحت السؤال؟ لانه احنا بنتكلم يعني كل ما يخص المنتخب، فالناس بتسال هو ليه مش موجود، في ناس عارفه وفي ناس مش عارفه، ففرصه كويسه انت معانا عشان تقول لنا الدنيا ايه. اتمنى تكون الصوره يعني واضحه كده. طبعا انت جبت حتى بالتاريخ مع مستر بروندو واحمد الاحمر، هو ليه فكر معين يعني ليه فكر معين. طيب خلينا نروح على لا قدر الله كل دماغنا مش عادين نصدق احنا كجمهور ان احنا ممكن نخسر من السويد. ما دي على فكره مسؤوليه كبيره وضغط على اللعيبه، ان الجمهور مش مستوعب الفرقه دي ممكن تخسر، دي حقيقه يعني. طب لا قبل نهائي الاولمبيات وهنا في مصر بنخسر من الدنمارك بضربات الجزاء وكده، فانت مش متخيل. طب لا قدر الله خسرنا من السويد، هنلعب على الترتيب طبعا. هنلعب على الترتيب. فرصنا ايه في الترتيب؟ هتبقى فرصنا هي بس النقطه اللي احنا هنلاعب الكسبان او الخسران ساعتها من مين؟ فرنسا والمانيا. فاحنا كسبانين فاحنا كسبانين المانيا في الاولمبيكس، وهي كانت بوابتنا لنصف النهائي، هنكسبها ان شاء الله. فان شاء الله طيب كسبنا المانيا، هنلاعب بقى هنلاعب كده المجر، الخسران من المجر او سوري الكسبان من المجر، والخسران بقى من النرويج واسبانيا. غالبا هتبقى اسبانيا. يعني هو اصل اسبانيا برضه المشوار اهو هو يعني اشكركم يا جماعه. يعني احنا هنا كده احنا لو خسرنا مثلا لا قدر الله، انا مش عايز بس لازم نحط كل الاحتمالات. طبعا. خسرنا من السويد ممكن نقابل، هنرد على الخسران من فرنسا والمانيا. المانيا تمام، هنكسب المانيا ان شاء الله. ان شاء الله نلعب على خامس وسادس، هنلعب مع دلوقتي الكسبان من المجر واسبانيا واسبانيا بقى والنرويج او النرويج صح. بس غالبا هتبقى لا انا اسف هتبقى ممكن النرويج اللي تخسر. بالظبط. بس لو المجر لو المجر والنرويج لعبوا بعض النرويج تكسب، فكده يعني كده ممكن ان شاء الله ايه تعرف شكل البتاع، ممكن النرويج تاخد سابع مثلا والمجر ثامن مثلا. ومصر لا النرويج بقى ممكن تلعبنا على خامس وسادس. النرويج ممكن لو النرويج ممكن تلعبنا على خامس وسادس. انا اتصور ان هو حتى لا قدر الله لو خسرنا من السويد احنا ممكن عندنا خامس، ودي حاجه كويسه. هقول لحضرتك على حاجه، الحقبه الزمنيه او الجيل الذهبي لكره اليد المصريه يعتبر جيلين، جيل ابتدى من 91 خلص في 2001. 91 كان كاس امم وبدايه بقى دكتور حسن مصطفى كابتن شمس الله يرحمه كان هو اللي بالظبط، كابتن نبيل شمسي في 93 كسبنا بطوله عالم شباب، ابتدينا 95 97 99 2001 بنخش ربع النهائي بطولات العالم، ابتدينا ثامن مرتين سادس سابع، بعد كده رحنا ايه؟
في 2001 ختمنا بالمربع الذهبي، هي نفس الفكره في 2019، 2019 ثامن، 2021 سابع، لا قدر الله في 2023 خدت خامس، خدت سادس، ان شاء الله هتيجي. بس 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 ما نهدمش. طيب هسالك سؤال، انت مع تجديد لبروندو؟ انت بتجيب السؤال من عندي على طول، انت مع التجديد لبروندو؟ اه بالوضع ده، بالوضع انه بيمرن فرقه في المانيا وبي النتيجه بتاعت البطوله هتحدد يعني اتمنى وجوده، يعني التجديد ليه، بس يستمر في المانيا ولا يعني يبقى متفرغ للمنتخب. النتيجه، لكن انهاء عقد ده مشروعه وهو حابب جدا، والتيم ورك معاه قوي جدا، وخلينا نتكلم ناجح حتى الان. طبعا حتى بعد خسارتك من الدنمارك، لا هو ناجح وعمل جيلين في المنتخب، يعني بامانه بالظبط نقول كلمه الحق. بالزبط. يعني بالزبط. هو عمل جيل دلوقتي بيطلعه مهاب واحد منهم، وجيل وسط وحميد وحميد يعني وخدك برضه، خلي بالك مع محسن مش كبير قوي برضه. بالظبط. يعني محسن مش لعيب. بالزبط. كبير، فانت عامل بدا واحده رويدا رويدا في وقت النتائج ما بتتهزش برضه. بالظبط. صح ولا انا غلطان؟ وبتتحسن. يعني هو لو نجح السنه دي ان شاء الله، لو في اسوء الظروف خدنا خامس، خلي بالك في نقطه مهمه، انت كسبت السويد النهارده ورحت خسرت من فرنسا ولعبت تالت ورابع وخسرت برضه، هتاخد رابع. لو انت كسبت المشوار الجاي وخدت خامس ما فرقتش معاك مركز، يعني الدنيا قريبه. هي زي ما بقول لحضرتك، احنا عايزين نعلق ميداليه، ده هيبقى الاعجاز الكبير في بطوله العالم. بالظبط. بطوله العالم. وعايز اقول لحضرتك، احنا كسبنا بطولات عالم ناشئين وشباب، فعايزين الكبار وهنوصل لها ان شاء الله. بس نفضل نبني، هي دي ميزه في اتحاد الهاندبول اللي بيبني. خلي بالك برضو ممكن يتخذ قرار انفعالي من اللجنه المؤقته اللي موجوده دلوقتي، ويقول لك لا بروندو اذا كان عاجبك اقعد، مش عاجبك يعني ممكن يبقى فيه عارف نشوه أو حماس بعد الماتش، يقول لك لا انت مش معايا. دي كانت هتحصل بعد كاس بعد بطوله افريقيا. بالظبط. لكن في الاخر اللي تم يعني ايه، سمعوا صوت العقل. ليه؟ اصل اقول لحضرتك على حاجه، انت هتجيب مدرب جديد تمام؟ كده كده لازم هتجيبه من المدرسه الاسبانيه اللي هي اعلى نجحت مدرسة. ونجحت معاك وماشيه معاك، ومش على فكره مش في اليد، انا هروح معاك نجحت في حتت كتير. بالظبط. ان اسبانيا جيناتهم جايه مع جيناتنا كمدربين، يعني اصل نفس الشخصيه. جينات حضرتك يعني الاسبان والبرتغال هم نفس الاشياء. بالزبط. يعني الطليان غيرنا، انما اسبانيا والبرتغال تحس ان هم شبهنا. يعني تحس ان هم عرب زينا. وهو كمان عنده ميزه، هي بس النقطه بوجود اوسكار اللي هو المساعد المدرب الجديد بتاعه. انا يعني ايه، المساعد المدرب القديم اللي هو راح مسك الفريق الاسباني اللي بيلعب فيه محمد علي سنفين اعتقد، تحس كانت الكيمياء اكتر. انا ده اللي انا حسيته. بس هل يا ترى بسبب التواجد المده، يعني قاعدين مع بعض مده اطول؟ طبعا هو اكيد هو اللي مختاره، يعني طبعًا. اوسكار اكيد هو باروندو اللي مختاره. بالظبط. بس هل اختاره عشان التاني مشي؟ طيب ما هو ممكن يكون الكفاءة مختلفة، يعني ما هو انت ايدك مش زي بعضيها. بالظبط. في تفاهم، بس الكفاءة الرؤية، ما انت في اوقات كتيرة جدا محتاج الاسيستنت بتاعك يصلح لك. ده مهم جدا. ده مهم جدا، يعني عايز اقول لحضرتك احنا يعني نقطة بس ماتش زي الدنمارك ده كان ممكن يردك فيه. بالظبط. الاسيستنت دوره مش زي ما الناس متخيلة، مساعد، لا ده هو بيبقى كمان شايف اكتر كمان، لان هو المدير الفني بيبقى واقف على الخط، الاسيستنت بيبقى قاعد قاري كل الملعب خلاص. بلس ان محلل الاداء جنبه، يعني الدكتور محمد امام فمن ويصحح البتاع. فانت نقطه مهمه انت رحت ليها بصراحه، وجود اسيستنت جديد الناس مش واخده بالها ان اوسكار غير اللي كان موجود قبل كده. طب جرابيا. طيب انت هتجيب مدير فني جديد من اسبانيا، بس الاول قبل ما نقول، لو في ان احنا جددنا البروندو، الوضع في كره اليد غير الالعاب الثانيه. كره اليد بيبقى في توقف دولي بيحترم في كل حته في العالم، الدوريات بتقف، لعيبتها بتروح منتخباتها، يعني في كنترول من الاتحاد الدولي، غير طبعا الطايره واليد، الطايره والسله، الموضوع غير كده خالص. طيب هو احنا عايزينه ليه يبقى متفرغ؟ هي مشكله باروندو، عارف حضرتك لو باروندو بيدرب في اي دوري غير الدوري الالماني الموضوع هيبقى اسهل. ليه؟ اخر دوري بيقف في التوقف الدولي هو الدوري الالماني. سمعت ان هو ما بيقفش كمان في اوقات كتير. يعني ده هي دي مشكله، يعني باروندو كان هيجي للمنتخب قبل بطولة العالم بفترة، لو في الدوري المجري، الدوري الاسباني كمل الدوري. بيقفوا قبل البطولة مفيش. فهي دي برضه من ضمن البوينتس. بس انت كباروندو كاسم وكسي في وكارير، ده طبعا باروندو اوسكار المساعد بتاعه على الشاشة. بالظبط.
هقول لحضرتك يعني قبل السفر للمعسكر بتاع فرنسا اللي هو طلعوا من فرنسا على السويد، كنت بتكلم معاه، كنت في اخر تمرين ليه في المركز الاولمبي، خلاص عملنا التصريحات فاتكلم هكمل، انا نفسي اكمل. براندو ده مشروعي، قال لك انا عايز اكمل، ده مشروعي اللي انا ابتديته. سالت مدير المنتخب كابتن نور ابو زيد، نفسنا يكمل، احنا كلنا تيم واحد وابتدينا مع بعض وعامل حاله كويسه التيم كله. بس القرار في الاتحاد هو اللي هيقول. هقول لحضرتك على حاجه، كان هيبقى كاتت شورت لو لا قدر الله ما وصلناش ربع النهائي. لا خلاص، كنا لا صح كده، التغيير الزامي هنا. صح كده. فهي كده هو عنده يعني كريدت يكمل. اللي هيحصل بعد اليوم كده الثلاثة الاسبوع اللي جاي ده، بس هو ده اللي هيدي بقى القرار النهائي. هل يا ترى فعلا هيكمل؟ سوري يعني انا قصدي ايه، عارف حضرتك وحضرتك طبعا ادرى مني بالموضوع ده، لو حضرتك مدير فني وانت قاعد على ترابيزه المفاوضات بتبقى على حسب قاعد كده ولا قاعد قاعد كده. كده. صح كده. صح النتائج طبعا بالظبط. طبعا. لا ده ساعات ما بقعدش انا مدير فني، الدنيا ماشيه تمام، ساعات بالتليفون يا باشا. بالظبط، فهو ده اللي هيكرر طيب وهو قاعد. احنا اتكلمنا عن المنتخب جامد وخلاص، يعني احنا فاضل لنا على الحلقه تلت ساعه، انا عايز اروح بقى للنادي الاهلي. تمام، هنمسك لعبه في النادي الاهلي وهنتكلم عنها ورؤيتك وصفقاتها وحظوظنا السنه دي نمسك مثلا نبتدي يعني بكرة اليد. بس قبل ما ابتدي بكرة اليد خلينا نطلع لفاصل استاذنك ونرجع لبعض تاني. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع بقى نكمل مع ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ شادي نبيل كل تفاصيل جوه النادي الاهلي في اللعبه الاخرى، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن حالا اسبانيا كسبت النرويج بعد 2 اكسترا تايم في اخر ثانيه تقتنص الفوز، يبقى كده اسبانيا المتاهل او الوافد الجديد بقى لدور الثمانيه، صح؟ لدور نصف النهائي كده الدنمارك. انا اسف، دور نصف النهائي كده الدنمارك اسبانيا يضربوا في بعض بقى، يضربوا في بعض. بس الدنمارك هتكسب، الدنمارك هتوصل فاينل بالمنظر اللي احنا شفناه ده، هتوصل فاينل. كرواتيا ما اعرفش. انا كنت عايز بس اقول حاجه معلش اخيرا، انا بس برضو من ضمن الحاجات اللي لازم تركيزك يبقى مهم جدا في ماتش السويد، الجمهور والتحكيم. التحكيم في الهاندبول عليه عامل كبير جدا، وفي بعض الاوقات عشان نكون صراحه كان جاي علينا جامد بصراحه، شويه كان جاي شويه علينا في ماتش الدنمارك. احنا لو نفتكر في 2001 واحنا بنلعب فرنسا في السيمي فاينل، ايه ده؟ ايه ده يعني؟ فالتحكيم، لا التحكيم في الهاندبول، فدي كانت من ضمن النقط اللي احنا لازم ناخد بالنا منها. لعبه عنيفه فبيبقى في تقدير بالظبط يعني، التقديريه دي زي كره السله يعني، كره السله التقديريه. وبعدين مع ان يعني في كره السله في مصر انت بتحكم لنفس اللاعب 90 ماتش لا وما فيش مسطره واحده. خلينا بقى نتكلم عن موضوع تحكيم الباسكت ده نخش فيه في مره ثانيه. خلينا نروح لكره اليد في النادي الاهلي، شايف ازاي خاصه طبعا بعد التعاقد الجديد مع كاس فني اسباني واداله ستابيليتي عقد ممتد كذا سنه، شايف الفريق ماشي ازاي خاصة ان احنا في السنوات الاخيرة كنا بنخسر من طبعا المنافس التقليدي نادي الزمالك في اخر دقيقة او دقيقتين. نفسية بحتة، نفسيا بحتة. شايف ان هو الخسارة دي بتبقى نفسية بالظبط. طب حلها ايه؟ حلها اللي بيحصل دلوقتي، اللي هو جهاز فني جديد، جهاز فني من افضل سي في محترم، من افضل مدربين في اوروبا. نفس اللي حصل مع منتخب مصر، هو ده كان الاساس، البيز اللي اتحط للجيل ده كان مع ديفيد ديفيس. فبالتالي هو راجل عارف ما بين كره اليد المصريه وكره اليد الافريقيه، عارف حافظها. دي نقطه. لعيبه كتير من اللي في الاهلي اتعاملوا معاه وهم في المنتخب، فدي برضو سابق خبره معاه بالظبط. النقطه الاهم، الكوتشنج في الالعاب الجماعيه بعيدا عن كره القدم بيبقى عليه عامل. انا بتكلم بعيدا عن كره القدم عشان اسرع، عشان اللعبه سريعه بالزبط. كره القدم ممكن هجمه تاخد لها دقيقتين ثلاثه، انما الباسكت واليد والطايره انت بتتكلم في مايكرو سكند. فاللي بيحفظ مهمة. اللي بيحفظ وقفه اللعيبه جهاز فني. الالعاب انت شايف بامانه بعين متابع في فرق في الاداء الفني النهارده في النادي الاهلي كره يد، خاصه ان احنا اول ماتش زمالك معاهم كان خسرنا برضو للاسف. شايف في تحول في الاداء، تحول في التكتيك، تحول في الفكر، مش مهم المكسب دلوقتي، شايف في تحول؟ في تحول، بس لازم يبقى في تدعيمات قويه. التدعيمات الراجل هو اللي اختارها. و زي ما بقول لحضرتك انا عايز اقف، تدعيمات الراجل يختارها تمام، دي 100% هتحصل. محترف، بس انا بتكلم عن المحترف. محترف مينلي، لانه انت عندك لعيبتك الكويسه اصلا بره مصر كلها. لا انا بتكلم على سيف كل بره. لا طبعا بتكلم على المحترف. و النقطه المهمه الثانيه،
طبعا ده جزء متعلق باداره النشاط الرياضي وكابتن خالد العوضي، بنحب يعني بس بنعزيه في وفاه والده الله يرحمه، ربنا يرحمه. ان الفرصه اللي هتجي لك مع لعيب تالنت اخطفه، اخطفه. ليه؟ لان الهاندبول اللي انت تلاقي لعيب تالنت، انت لو انت شايف دلوقتي اللي هو ممكن ما يكونش مفيد هيجي له وقت. طب بقول لك ايه، انا اقول لك على حاجه، لعبه كره اليد دي منشاها اوروبا. انا كهيثم يعني خدني على قد عقلي، لا اتفضل، انا لا اقتنع باي لعيب كره يد خارج اوروبا. لو انت عايز تجيب محترف قوي طبعا لازم تروح تجيب راجل، ما تروحش تجيب لي برازيلي ولا انا اسف برازيل ارجنتيني حلو جدا، كوبي زي الفل لعيبه على راسنا من فوق، ولكن لو ما جبتش لعيب ستار من اوروبا عشان يجي يلعب معاك، انا اتصور انه هو هيبقى اهدار للوقت، خاصه ان انت ما عندكش رفاهيه الوقت دلوقتي. طيب ولا ايه رايك في رايك في انا بقوله ده؟ هو الكلام صح طبعا، بس هتجيب لعيب ستار صعب لحاجتين، مش هيخرج بره اوروبا، دي نقطه، والبادجت. البادجت انت برضو في الاول في الاخر، خلينا يعني نتفق او نختلف، مش لازم اجيب لعيب جامد ستار. بس ممكن تجيب لعيب يقدم لك الغرض منه، او ما احنا بنجيب محترف ليه؟ مش عشان يبقى عندنا محترف، عشان يبقى قماشه مختلفه على اللي عندك ويقوي الفرقه بالظبط. وفنيا لا، مش هو ال 100% فنيا، الموضوع مش فنيا، الموضوع قائد، بمعنى اللي انت تعرف تلم وتبقى انت الليدنج. باختصار اللي حصل من ولتر هوتش في ماتش الاتحاد، نختصرها كده، انت عايز حاجه في كل محترف يشدك، هو اللي يشدك. ما انا جايبك ليه؟ انا جايبك عشان تشدني، ماتشات كبير عشان تشدني بالظبط، في الماتشات الكبيره انت الخبير بالظبط، انت الخبير بتاعنا يعني. انت بره في جهاز فني، انت جوه بس وكده. اليد بتهيألي الموسم ده خلاص باب الكريدت اتقفل. لا ما هو النقطه بس خلاص يعني، وانت مشيت نانس خلاص، فبكمل كده بالقائمه اللي موجوده. عندي ثقه في الجهاز الفني بس وفي اللاعبين، بس في اختلاف في الاداء، في اختلاف في الاداء وفي مع الوقت لان هي خبرات تراكميه من تفكير، من فكر الجهاز الفني. مطمن ان شاء الله، لو مش السنه دي هيبقى من السنه الجايه، وان شاء الله هيبقى في اللي حصل في السوبر جلوب هيطمنك. هيطمنك ماشي في الاتجاه، بس هيطمنك. كان في سوبر كلوب ما كانش ديفيد ديف، بس اللعيبه. طب ما انا كسبت بنفيكا، ما بالك بقى انا جبت بقى جهاز فني جامد. بالظبط، فدي طيب احنا اتكلمنا كده عن الرجال، خلينا نروح على رجال كره الطائره. حصل تدامات اول الموسم، جبنا 3 لعيبه، جبنا ليبرو ضارب، وجبنا ايضا ضارب كمان عزب، 3 صفقات مع الناشئين. شايف الفرقه السنه دي ايه المختلف او ايه الجديد عن السنه اللي فاتت؟ الجديد عن السنه اللي فاتت، اللي حصل السنه اللي فاتت ان انت كنت مطمن، ونادي الزمالك عرف يجيب صفقتين انت ما لحقتش، صفقتين تقال جدا، وخاصه هرنانديز الضارب، شوفاني جامد بس هو السنه دي مش هيكون معاهم الاثنين. هرنانديز مش موجود، وجوفاني ما كانش موجود، جوفاني هرنانديز، وكان تاني ليو او جو اللي هو البرازيلي تقريبا. البرازيلي فجوفاني هرنانديز والبرازيلي مش موجودين، ونادي الزمالك لسه ما، بس انا بتكلم عن النادي الاهلي. انت التدعيمات صح، اندر اللي هو الليبرو لعيب كواليتي ما كانتش موجوده عندك، خاصه في الاستقبال، لان انت في بعض الاوقات هو الاستقبال هو الاساس يعني. في وجود 2 اجانب في نادي الزمالك كان الموضوع محتاج استقبال عالي، فجالس الليبرو لغايه دلوقتي ماشي بالزبط. كويس، انت شايفه بالزبط. ماشي كويس، انا شايف اللي هو لا اضافه جدا. طب الضارب لسه لويجي الايطالي، ماتشات وماتشات يعني، ماتش الزمالك الثاني اللي خلص 3-1 ما كانش زي مستواه في الماتش الاول. الماتش الاولاني كان هو نجم الماتش، كان عالي جدا، كان بالظبط النقطه اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها، اجنبي باين انه محترف بالظبط بالظبط. الماتش الثاني كان اقل شويه، يعني عبد الله وصلاح مش هيسمحوا باللي حصل الموسم اللي فات. هم مركزين جدا 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 جدا، وباين على نسبه الارسالات المهدره من صلاح، نسبه بتقل 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 جامد. عبد الله نفس الكلام،
عبد الله ارسالاته مميز بيها طبعا جدا. الكويس برضو روتيشن بيتعمل من كابتن ميدو بصلحي. يعني شفنا. طب قول لي انا عايز اسالك في حاجه برضو يعني برؤيه الخارج النادي طبعا، يعني دي برضو حاجه تهمني حتى لو فيها نقد، ما فيش اي مشكله، احنا قوات الاهلي بالعكس. محسن المركز ثلاثه، واحنا عندنا في مركز ثلاثه في وفره ما شاء الله، عندنا عبو، عندنا محسن، وعندنا دولة. سعودي. بس محسن اقل لعيب بياخد وقت، بالرغم ان محسن عنده خبرات كبيره جدا، طب ده ترجعه لايه؟ هي نفس النقطه اللي احنا، اي مدير فني، اي مدير فني بيحدد المراكز بتاعته من 1 2 3 4 واولويات اللعيبه، اولويات برؤيته بالظبط. الاختلافات بتحصل ان انا كمدير فني انا كده كده عندي ثقه في كل القايمه لان انا اللي مختارها، بس دايما ما بحق في مديرين فنيين متحفظين وفي مديرين فنيين بيبقى عندهم الشجاعه، الجرأه قصدك. والتدريب او الرياضه لازم يبقى عندك الريسك طبعا، ما هي دي الرياضه عشان كده. وخاصه بقى اللي بيزعل، اللي انت لما تاخد الريسك وتنزل اللعيب ويثبت كفاءه زي اللي حصل مع محسن مثلا، يعني مع محسن رمضان في بطوله العالم ما كانش حد يتوقع كده، فتعب. محمد محسن بقى بتاع الفولي محتاج فرص اكتر من كده، لكن ممكن يكون وجهه نظر الفنيه للكابتن ميدو مصلحي مثلا توقيتات البلوك مختلفه، توقيت الشوت مختلف، هو ادرى بالظبط. بس ده ما يقللش من محسن، لا طبعا خالص، يعني محسن صفقه قويه جدا. صفقه قويه جدا. بس انا اتوقع انه يبقى له دور، يعني هيجي يعني 100% وانا مغمض كده هيكسبنا. هقول لحضرتك على حاجه، عبو متواجد في النادي الاهلي من ان شاء الله، متواجد من مواسم عديده. عبو في بطوله افريقيا 2017 هو اللي جايبها. بعد ما ممكن صحيح كان هو لا في لعبتين سرعة لعبهم انا فاكرهم كويس قوي، اترفعوا له يعني سريع. انا فاكر فبالتالي كانت فين؟ كانت في تونس؟ كانت في تونس. أيوة 2017 دي احنا غطينا. انا غطيت البطوله دي 2017 انا فاكر كويس، اوقات الاهلي كنت فاكر انا، لان انا فاكر اول صوره بالكاس كانت في المطار معايا. ايوه الله ينور عليكم. محسن انا عايز اقول لك كان ساعتها، لا منعم كمان، منعم بالظبط. منعم كان موجود. الموسم ده كان الاهلي بطوله افريقيا وكان خسران دوري وكاس من طلائع الجيش، ووجود صلاح وعبد الله كانوا في طلائع الجيش. لا صح كانوا طلائع الجيش، صح كانوا طلائع الجيش، بس في عبد الله جه الاول قبل صلاح ولا مين؟ عبد الله جه سنه وصلاح عبد الله جه سنه. انا فاكر جه سنه عبد الله، وبعد كده صلاح جم، والحمد لله موجودين معانا حتى بالظبط. طب انت شايف الطياره الحمد لله شكل مختلف الجد، هو خلينا نتكلم في الطياره واهلي زمالك زي الـ بتروجيت الاتحاد، يعني الاتحاد تحديدا، الاتحاد الموسم الماضي كان في الدوري كان لا جوه الاربعه، وكان لاعب فاينل كاس مع نادي الزمالك، لان النادي الاهلي خسر في قبل النهائي. فبالتالي لا نادي الاتحاد. طب سموحه وسموحه برضه من الفرق القويه كويس، طلائع الجيش من الفرق القويه. هقول لحضرتك على حاجه، البدايه هتبقى في شهر 2 السوبر اللي بوجود اربع فرق، اهلي زمالك اتحاد طلائع الجيش، هيلعبوا اربع يعني كل فريق هيلعب 3 ماتشات، وبعد كده زي نظام السيدات اللي الاهلي كسب فيه وادي سوري الصيد في النهائي، فالاول هيلعب الرابع قبل النهائي والتاني يلعب التالت، وما فيش ماتش تالت ورابع، ويلعبوا فاينل السوبر. دي البدايه، دي هيبان بقى انت فين، هيبان بقى انت هنا بقى، هنا انت بقى دخلت في جو بطوله وبتلعب بالفوتبول بتاعك. بطوله، ما دي اول بطوله، يعني دي بطوله حقيقيه، فالبوصله بتاعت الموسم رايحه فين هتبان في البطوله. قبل بقى ما الوقت بيجري بينا، لان ما شاء الله باسكت يعني بقى نخش باسكت. الباسكت دلوقتي احنا لعبنا 3 بطولات حتى الان، بطوله عربيه خسرناها بشرف، ويعني كان نهائي فرق نقطه، نهائي عجيب يعني، ونهائي عجيب، واحنا كنا الافضل والاحسن، ولكن كسبنا مرتبط والسوبر على السوبر والاحداث واللي حصل فيه. شايف فريق السله ايه النهارده؟ شايف اجوستي سياسته ايه؟ شايف مستر اجوستي عايز يروح بالفرقه فين؟ وحظوظنا مع نادي الاتحاد المنافس التقليدي دايما في الثلاث اربع سنين، الاهلي والاتحاد. طيب خلينا بس نتفق، نادي الاتحاد في الموسم الحالي مختلف عن الموسم الماضي، افضل على الصعيد الفني طبعا، افضل بكتير. فرقه تقيله، سكواد محترم، محترف كويس، مدير فني كويس طبعا، تدعيم بأنس أسامة ويوسف شحاتة بالظبط، بوجود بقى باقي الأسماء، دولة وفودة ووجود يوسف شوشة وباقي الأسماء، وعندهم ميزة إن اللعيبة الطوال عندهم بترمي ثلاثيات، يعني ما عدا أنس يعني عندهم بيبو كويس، وعندهم هيثم، وعندهم رامي بالظبط. هو الاتحاد سلاحه الأساسي هو تيتا بوند، واحنا بنعيد الثلاثيات كذا. تيتا بوند في الاتحاد بيخسروا من قديم الأزل، من قبل أنا ما كنت ألعب،
وهم تاتا بونت بيعشقوا لانها كانت بتطلع اهات الجماهير في صاله اسكندريه طبعا صاله اسكندريه بيحبوا تاتا بونت حتى الان. اوكوستي عنده برضو ميزه كويسه جدا. ايه بقى؟ الاجيال دخلت في بعض ما بين بقى محمد مؤمن وعمر طارق على عمرو زهران على مؤمن كريم على محمد كريم حاتم, وعمرو زهران ومؤمن ومحمد خير بقى في توليفه حلوه جدا. طب وولتر حتى الان وولتر رجع من البطوله العربيه في ماتش الاتحاد اللي يعني ده مش وولتر ما كانش لا مش وولتر مش وولتر. طب ترجع ده لايه؟ اللي التركيز و مش عايز مش استسهال ولا هل عشان الفرقه فيها هديفه كتير؟ يعني خلي بالك برضو وولتر هوج 180 درجه عكس تومسون اللي كان موجود السنه اللي فاتت. انت ده في اتجاه بيشغل فرقه مش بس على الباسكت وده واحد بيحب الكوره. فهل النهارده ان هو يوفق وضعه مش لسه ما خدش اريحيه في اللعب ولا شايفه؟ هقول لحضرتك على حاجه, لو هنقارن ماتش الاتحاد بباقي الماتشات وعلى سبيل المثال ماتش الاتحاد في نهائي المرتبط الماتش الثاني اللي حسم البطوله عمرو الجندي والبوب كانوا في قمه مستواهم شايلين الماتش فهو راكن. نيجي اخر ماتش هم دي اوف للاثنين بطريقه سبعة بونت امين وعمرو الجندي بان 4-5 بونت دي اوف بطريقه قاتله 36 بونت ولتر. طب ما هو ده برضو يرجع لك كلامي بالظبط. انا هل ممكن يكون مستر اجوستي بيقول له لا انا مش عايز منك سكور شغل لما بيقفوا العب انت؟ هل ده يوصلنا كجمهور ان هو مش في مستواه ولا ده الطبيعي؟ طب خلينا برضه اقول لحضرتك على حاجه, احنا كجمهور تحليلنا مختلف بالعين صح. تحليل الاجهزه الفنيه في الثلاث العاب اللي احنا تطرقنا ليهم ارقام صح كده؟ صح. وولتر الطبيعي ما ينزلش عن 20 بوينت في الجيم 15 يا سيدي تمام. هي السؤال بقى بيحصل بيحققهم ولا لا؟ في بعض الماتشات لا وفي بعض الماتشات لكن عشان نقول ان سير اوجوستي بيقول له اهدى لا دي مش يعني دي انا مش مستبعدها. لكن هو برضو انا برضو عايز اقول ان هو جزء التركيز عنده لا كان قليل. ماتش الاتحاد هو نازل بالظبط ومش مركز لان احنا برضو في عارف حضرتك في مناوشات كده انا وانا بلعب ثنائيات في الملعب بالظبط يعني وانا بلعب تنس طاوله ببقى عارف اللاعب اللي قدامي اعرف اعصبه ازاي فلو راح معايا في السكه دي خلاص انا كسبت. هي نفس الفكره ان هو بس ما راحش بقى المره دي ده هو اللي سحب الجيم وسحب الاتحاد بالظبط. وبعدين احنا النقطه برضو هو بقى اللي انا يعني عايزين نسال سير اوجوستي الكوارتر الثالث ده سره فين؟ هو ده الكوارتر اللي بيقلب اي ماتش للنادي الاهلي في الماتشات الكبيره. انا هقول لك هو ليه انا وجهه نظري يعني هو بيلعب بال 12 لعيب ولا 11 لعيب اللي في السكور شيت بيلعبهم بيهم الاول والثاني وبيختار الافضل لاعب في الثالث فالكل بيبقى بالباور بتاعه. دي وجهه نظري دي ممكن طبعا يعني دي نقطه يعني فعلا فاليد. النقطه الثانيه ان بدنيا النادي الاهلي بيكمل الفرق يعني الاربعه اللي جوه الملعب اللي جوه الملعب واقفين على رجليهم صحيح فبالتالي تقدر تفنش الماتش حلو صحيح. الموسم ده خلاص احنا خسرنا النادي الاهلي خسر البطوله العربيه ويعتبر سوبر فكده الخماسيه بتاعت السنه اللي فاتت ابتدت تقل فانت ما فيش قدامك غير دوري السوبر والكاس يعني البطوله العربيه انت لعبتها بره فكان في منافس قوي ايضا السوبر الاتحاد السكندري باعترافك وباعتراف كل الناس السنه دي اقوى من السنه اللي فاتت بس الحقيقه انا يعني محتاجين حلقتين نتكلم مع بعض ما شاء الله عليك يعني معانا في كل حاجه وكل تفصيله انت عارفها. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ شادي نبيل الناقد الرياضي نورتيني وشرفتيني النهارده واسعدتيني الحقيقه بتحلياتك كل انا متشكر جدا لحضرتك واتمنى تكون الحلقه عجبت المشاهدين واكون على مستوى الحديث مع حضرتك اكيد ان شاء الله. اعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهارده وزي ما قلنا لحضراتكم احنا طبعا يهمنا راي النقاد الرياضيين لان دي حاجه مهمه تخلينا حتى نشوف احنا في النادي الاهلي ماشيين ازاي والنادي الاهلي في عينين النقاد ازاي. اشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه والى حلقه جديده مع الابطال.